السلام عليكم، صباح الخير. جيسبر تكونوا كاملين مزيانين. مرحبا بكم في ايل باش شوب. اليوم غنهضروا على كاسكنيه، مي دابا غنقيس الناس اللي باغين شي حاجه رخيصه وكاريتي زوينه. كي وان هذا من الاقدم لي كاسك اللي مازال محافظين على المكانه ديالهم في السوق، على المنتوجات. تنهضر على الكاسكات كاسكنيه كي وان، من لي كاسك اللي منين عقلت على راسي، يعني تقريبا هادي 2014 2013 كنت مازال خدام فيهم، ومازال حتى الساعة خدام فيهم. يعني كاسكات قدامين دارو بلاصتهم، كانوا فلو بداو اليبوك ب 190 170 180 درهم، دابا هبطوا لواحد الدرجة كبيرة، ولا عندهم واحد الثمن رخيص. والكاراتي مازال لاميم، تنقولو شي نعاود، الكاراتي مازال لاميم. باش نبداو النهار الاول باش نكملو كاسكنيه، غنديرو نحلو نديرو لي انبوكسينغ الكاسكنيه، واخا كلشي عارف وكلشي مدوب. من المميزات ديال هاد الكاسك هو انه صغير، تيجي معاه كابل صغير في واحد 50 سنتيم سنتيمتر ميكرو بيان سير، تختار كوم كوا عندك الطائرة ديال البوينغ. كاسك في كاع بزاف لي زابسيون باش يكون فيه ورقه. المهم فوالا الكاسك فليكسيبل، تزاد تنقص من هنايا على حسب الحجم ديال الجمجمه ديالك. فوالا بحال هكا الكاسك. المهم هاهي هنايا مضروبه فيه، هنا في واحد اللعيبه اللي تتبدل بها الموسيقى، ممكن تزيد بها وتنقص بها الصوت. سمحوا لي على الصداع، جيت في الشارع وكاين واحد الفئه اللي عندهم 96. بلاصه ديال الشارج اللي هي ميكرو بلاصه، هاد البلاصه كما قلت زيد هاد النقص، او تبدل بها في بلاصه الاوكس اللي بغا يخدمو بحال لي زيات، يعني بلا ما يشارجي بلا والو، بلا ما يكونكتي بلوتوث. بيان سو هنا البلاصه الشعر ديال الطفي، هذا فيه ميكرو، يعني تقدر تبيه تهضر بيه تهضره، يعني تجاوب على لي زافيت تهضر منه. تيدوز فلاشارج مزيان، يعني تيدوز تيكمل النهار وتيفوت و تيديباسي. خفيف بزاف، ما يجيكش زعما معذب، الحجم ديالو صغير، يعني فيه بزاف ديال الحوايج لي زوينه. والثمن حنا انا شخصيا تنبيعو ب 80 درهم هنا في المحل، يعني تربح في واحد لامارش قليله، يعني تقدر تقول دابا انا حاليا تناخذ ب 75 درهم جمله. دونك الا جينا نحسبو الترونسبور هكذا، يعني بحال اللي قلتي غير تعمر بيه وصافي، يعني ولكن زوين حيت مازال الناس كونسومي ومازال عنده عشاق ديالو. غالبا تلقاو ب 80 85 90، كاين اللي مازال تيبيعو ب 100 درهم، مي على حسب بالنسبه للناس اللي عندهم الكرا غالي وكذا ماشي مشكل. المهم كما سبق شذكرت الثمن ديالو شي 75 درهم جمله باش تناخذهم حنايا. تتباع لك اليوم فينال بواحد 80، انا شخصيا تنبيعو 80، كاين اللي تيبيعو ب 85، كاين اللي تيبيعو بكثر. كاسكنية الكيوان، تقدر دير لي كارت ميموار، تخدم بالبلوتوث، لاشارج زوين، ريفليكسيبل، خفيف، والثمن هاوته، يعني 80 درهم الكاسك 2022 حاجه هاربه. هنا في واحد البوطونه باش تجاوب على لي زابيل، نسيت ما ذكرتهاش، غادي نشعلوها باش تشوف الضوء كتبقى يدير، تبقى شعل واحد الضوء بحال هكا. بدا سبيشال الراديو، كنسى هاد اللعيبه هادي، شي درت لي مود في بلاصة كارت ميموار، فيه شارج راديو وفيه بلوتوث. والثمن هاوتا اللي هو 80 درهم كاسكنية، فهم الثمن مفرقع اللي هو 80 درهم. حاولكم في ايباي شوب، رقم ديال التليفون بيان سور تلقاو فوق لا فيديو، اتصلوا بنا. مرحبا بكم، يلا السلام عليكم.